طيب دكتور، بالنسبة للربط المتصل بالأمامية، الآن ما هو هذا الربط؟ وإحنا يمكن وضحت لي نعم بالموديل، نعم كيف تحدث الإصابة فيه؟ طيب، هو الرباط المتصالب هو رباط موجود بشكل كامل داخل المفصل. الآن هو له دور في الثباتية الدورانية وله دور في الثباتية الأمامية، يعني يمنع الإنزلاق الأمامي للمفصل. الآن ليس له القدرة على الشفاء، بمعنى آخر هلا في أبحاث حقيقة أنه كيف نساعده على الشفاء وطرق حديثة وصفت، لكن بشكل عام هو ليس له القدرة على الشفاء. إذا صار قطع معناته غالبا رح نحتاج في علاجه لاستبداله زراعة الرباط. الآن الإصابة الرباط هي إصابة شديدة، مثل ما حكينا قبل أنه لما تصير الإصابة بصير ألم شديد، تورم سريع في المفصل، هو نزف مفصلي، وبصير اللاعب غير قادر على إكمال لعبه، بل أحيانا غير قادر على المشي. صليبي؟ نعم، إحنا حكينا أنه هاي إصابة قوية. الآن 50% من حالات إصابة الرباط المتصالب برافقها إصابة أخرى، 50% يعني نصف الحالات، إصابة أخرى مثل تمزق الغضروف الهلالي، إصابة الرباط الجانبي، إصابة في السطح المفصلي، أحيانا إصابة في الرباط الوحشي. ولهذا لابد من تشخيص، أول شيء تشخيص السرير الصحيح والتقييم، وبعدين عمل صورة الرنين عشان نأكد شو طبيعة الإصابة. الآن إحنا بصورة الرنين بعتقد في صورة ستة إذا بيعرض لنا إياها. بصورة الرنين ببين طبيعة التمزق، لأنه بهمنا هل التمزق كامل ولا جزئي، وهذا له يعني له الأثر في قرارنا في العلاج. الآن إذا بتلاحظ هون الصورة اللي على اليسار، هذا الرباط موجود، إذا بتلاحظي اللي عليه السهم بزاوية يعني أكثر من 67 درجة، اللي هو موجود بيتصل بين عظمتين اللي هو الفخذ والساق. الآن بتلاحظ بالصورة اللي على اليمين، هذا الرباط مقطوع وجزء من الألياف نايمة، يعني فقدت الاتجاه تبعها، هاي مؤشر أنه في قطع كامل في الرباط. إحنا هيك بنأكد التشخيص عادة بالفحص السريري وبصورة طبعا الرنين. هي عن طريق الرنين. الرنين نعم، الرنين. هاي صورة رنين، هاي مقطع لصورة الرنين. جميل. نعم. في صورة أخرى؟ لا لا. طيب الآن كيف يتم يعني علاج قطع الرباط المتصالب دكتور؟ نعم. في حال يعني تأكد التشخيص وأثبتت أنه الحالة هي قطع. نعم. جراحي، تداخل، كيف يعني ممكن؟ نعم. العلاج يعتمد عدة عوامل. أهمها طبيعة الإصابة. يعني هل إصابة جزئية للرباط ولا كاملة؟ إذا كانت الإصابة جزئية ما بنعمل عملية، بنقيم المريض سريريا وبنعطيه فرصة للتأهيل. أغلب حالات قطع الجزئي ما بيحتاجوا عمليات، وإنما بصير عندهم ثباتية في المفصل مع التأهيل وتقوية العضلات. يعني يرجع يبني نفسه؟ ما بيبني نفسه، بس الألياف المتبقية اللي ظلت يعني صار جزء من الرباط مقطوع، الجزء الآخر بيكون كافي للثباتية، فما بيحتاج زراعة الرباط. الآن بالمقابل في حالات القطع الكامل أغلب الحالات بحاجة إلى التداخل الجراحي وزراعة الرباط. طبعا بيعتمد على عوامل، أهمها مستوى النشاط والاحتياج الوظيفي. بمعنى آخر مش مهم العمر، يعني لو كان 50 سنة عمره بيلعب رياضة معناته بده زراعة الرباط. فمستوى النشاط والاحتياج الوظيفي مهم. فإذا كان بده يمارس الرياضة، وخاصة رياضة كرة القدم، كرة السلة، الجري إلى آخره، هاي بده زراعة الرباط. الآن من العوامل الأخرى وجود إصابات مرافقة، بمعنى آخر يعني إذا في تمزق في الغضروف معناته نحن إحنا غالبا بحاجة لإجراء عملية، إذا في إصابة في الرباط الخارجي معناته إحنا أيضا بحاجة لعملية. فالقرار هو مبني على عدة طبيعة الإصابة حكينا بتحدد اللي هو قرارنا في العلاج. أعراض المريض بمعنى آخر قد لا يكون رياضي، يعني هو في نشاطاته الاعتيادية، نشاطاته الحياتية اليومية عنده عدم ثباتية، وقتها كمان بنعمل زراعة الرباط المتصالب. واضح الفكرة؟ يعني في ناس وهو على الدرج لما بينزل بتخون ركبته، عمل تأهيل لكن ما زال ممكن أحيانا هو بيمشي تصير ركبته تخونه، بهيك حالة لا شك أنه بحاجة لزراعة الرباط. فهي استكمال لحديثنا عن متى بنعمل عملية الرباط المتصالب، متى وفي أي حالات. طيب نعم. نجي على الإصابات الأخرى دكتور في الركبة، اللي هي ممكن عفوا المقاطعة الكلامك، الرباطات الجانبية الوحشية. نعم. أو إصابة الأنسية مهمة حقيقة، لكن بدي أحكي لك عن تطور في جراحة زراعة الرباط أو زراعة. نعم. الآن زراعة الرباط في السابق كانت تجرى بالجراحة، الآن نحن نجريها بالمنظار وبتقنيات حديثة حقيقة، صار يعني تسارع في تحديث التقنيات الجراحية. الآن بنجريها بتقنية هلا من أحدث الطرق، تقنية العمل من الداخل بنسميها. الآن في السابق كنا عشان نعمل
زراعة الرباط نفتح قناة العظم من الخارج، وهذا الحكي مؤلم حقيقة وبأخر التأهيل. الآن إحنا نعمل عمليات بنسميها تقنية العمل من الداخل، ممكن يعرض يعني الفيديو رقم 3 هلا في أنيميشن هون ممكن يفرجيكم. الآن تقنية العمل من الداخل تقنية أول شيء عملية سريعة جدا. شايف بنزرع الرباط بالكامل من داخل المفصل دون الحاجة إنه نفتح قناة العظم من الخارج، لأن هذا الحكي له أثر كبير على التأهيل من ناحية آلام أقل. يعني شوفي هذا المريض في الأسبوع الثالث بعد العملية، جميل. الآن شوفي بالأسبوع الرابع هلا راح من خلال الناظور طبعا هذا كله بالمنظار وبجرحين صغار، كل جرح تقريبا أقل من سنتي. شوفي الآن هذا في الأسبوع الرابع بعد العملية عنده اتزان في المشي، ما بيستخدم العكازة لا، بل شوفي هلا شو بيعمل، بيعمل وان ليج ستيب، يعني شوف كيف بيرفع رجله بيستند على الركبة اللي فيها العملية. هاي التطور في هاي التقنية حقيقة، هذا تحديدا قطع الرباط المتصالب كانت، وهي زراعة الرباط بيقدر يوقف الفيديو بتقنية العمل من الداخل، فهذا بيؤدي إلى تأهيل أسرع. لكن هنا أيضا في ممارسات خاطئة، يعني هذا اللي شفتيه صحيح تأهيله سريع لكن ما بنسمح له يرجع للرياضة بشكل مبكر. كثير من الرياضيين بيعمل عملية بده يرجع في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث، هذا الحكي مش صحيح، المنافسة مش صحيح، لأنه إذا ما استكمل برنامج التأهيل هذا بيخليه عرضة لإصابة أخرى وأحيانا إصابات مرافقة لقطع الرباط المتصالب. عادة معدل الفترة الزمنية للعودة للرياضة من 120 ل 150 يوم مع التأهيل. نعم.